السلام عليكم، مرحبا بكم في تمرين جديد من سلسلة تمارين اتصال دالة عددية. إذا التمرين يقول لتكون f دالة عددية، حيث f لـ x تساوي السينوس ديال x أس 3 ناقص 1 على x ناقص 1، و f واحد تساوي 2. أدرس اتصال f في العدد 1. إذا اللي درس اتصال f واحد، خصني نحسب النهاية ديال f واحد ونقارنها مع f واحد. إذا نحن عندنا f واحد تساوي 2، إذا غادي نحسب النهاية ديال f في واحد. غادي نديرو التعويض المباشر، غادي نعوضو x بواحد. إذا كترجع لنا سينوس واحد أس 3 هي واحد، واحد ناقص واحد صفر، على واحد ناقص واحد اللي هي صفر. إذا سينوس ديال صفر هي صفر، صفر على صفر هذا شكل غير محدد، إذا لا يمكن حساب النهاية مباشرة. إذا هنا خصنا نديرو، نحاولو نحيدو الشكل الغير محدد. إذا هنا ممكن ندير تغيير المتغير. كنعرفو بأنه ليميت ديال سينوس إكس على إكس في الصفر كتساوي لنا واحد، هذه نهاية أساسية. إذا غنحاولو نلقاو سينوس يو إكس على يو إكس، ومن بعد نديرو تغيير المتغير باش نسنجو باش نوصلو لهاد النهاية هادي. إذا باش نلقى سينوس يو إكس على يو إكس، حنا عندنا إكس أس 3 ناقص واحد، إذا خصنا نضربو في واحد التعبير باش يرجع عندي حتى في المقام إكس أس 3 ناقص واحد. إذا حنا كنعرفو بأنه إكس أس 3 ناقص واحد راه كتساوي لنا إكس ناقص واحد عامل ماذا؟ هذه مستغرقة هما، عامل إكس مربع زائد إكس زائد واحد. إذا غادي نضربو هاد التعبير هذا في البسط وفي المقام ديال الدالة اللي عندنا. إذا نترجع لليميت إكس تؤول إلى واحد، إذا غادي نضربو قلنا في إكس مربع زائد إكس زائد واحد، غادي نضربها في السينوس ديال إكس أس 3 ناقص واحد، ونفس الشيء غادي نضربو كذلك إكس ناقص واحد، غادي نضربها في إكس مربع زائد إكس زائد واحد. إذا ضربنا البسط والمقام في نفس العدد، إذا ليميت ديال إكس أس 3 زائد إكس زائد واحد مضروبة فاش في السينوس ديال إكس أس 3 ناقص واحد. إذا عندنا إكس ناقص واحد مضروبة في إكس مربع زائد إكس زائد واحد، هذه مستغرقة هامة، هي إكس أس 3 ناقص واحد. إذا غادي نديرو تغيير المتغير، إذا نضع إكس أس 3 ناقص واحد تساوي تي. إذا هاد تعبير هذا، إذا عندما تؤول إكس إلى واحد، إذا لعودنا إكس بواحد غيجينا واحد أس 3 ناقص واحد هي صفر، إذا تي يؤول إلى صفر. إذا ليميت ديال سينوس إكس أس 3 ناقص واحد على إكس أس 3 ناقص واحد إكس يؤول إلى واحد تساوي ماذا؟ ليميت ديال سينوس تي. إذا عودنا إكس أس 3 تي على تي، تي يؤول إلى صفر. إذا هذه نهاية أساسية معروفة كتساوي لنا واحد، وكذلك غادي نحسبو هاد النهاية هادي. إذا لدينا ليميت ديال إكس مربع زائد إكس زائد واحد إكس يؤول إلى واحد، إلا درنا التعويض غيجينا واحد أس واحد أس 2 زائد واحد زائد واحد أي يساوي 3. إذا النهاية ديال f شنو غادي تساوي لنا؟ غتساوي لنا النهاية ديال هاد التعبير في النهاية ديال هاد التعبير، يعني غتساوي لنا واحد في 3. إذا ليميت ديال f دو x عندما يؤول x إلى واحد تساوي واحد في 3 أي تساوي 2 أي تساوي 3، وبالتالي هاد النهاية تخالف f ديال واحد اللي لقيناها كتساوي لنا جوج، أو حسب المعطيات كتساوي جوج. إذا f غير متصلة ف
في واحد.